موسيقي رافقته آلة العود منذ طفولته، فأبدع في العزف عليها وأصبح من أمهر عازفيها. تأثر في وسطه العائلي الذي قدم للموسيقى العربية الكثير، فهو نجل عازف العود الشهير منير بشير. بدأ مشواره الفني في معهد الدراسات النغمية في بغداد، وهاجر إلى دولة المجر رغبة منه في التعرف على الموسيقى الغربية. اختط لنفسه مساراً فنياً خاصاً في العزف والتأليف، ودخل العود معه مساحات موسيقية لم يدخلها من قبل. بدايتي كانت في سنة 1975. طبعاً الفضل يعود إلى والدتي. والدتي هي هنغارية الأصل، ولكن متذوقة موسيقى لدرجة عالية، وكانت تسمع منير بشير من أول ما تعرفت عليه من 1960s، فتعرف العزف العود، وتعرف أيضا الموهبة إذا واحد عندنا عزف العود. فوالدي كان معارض جدا أنه أنا أكون عازف عود، بسبب ما رآه هو من مآسي بالتاريخ الفني في حياته، من الغيرة، من المشاكل الفنية، من الوسط الفني. يعني أيضا تعرف أنه مو إذا ما تكون نظيف وقوي بي ممكن تنجرف بهذا الوسط الفني. فوالدتي قالت يعني لازم واحد يكمل مشوارك يا منير، يعني ما يصير أنت توصل هالمدرسة وما عندك ابن يكمل. فأني دا أشوف عمر عنده كلش انجذاب للموسيقى، وفعلا أنا من عمري 7-8 أشهر عندي صورة آلات صغيرة، طبعا أكسر بيها بس ألعب بيها، يهمني دائما الوتر والآلات الموسيقية وخاصة الوترية. سنة 76 والدي أعطاني هذا العود اللي هو ورانا موجود، صناعة الأسطى الكبير الراحل محمد فاضل. وأتذكر لغاية اليوم بإذني صوت منير بشير يقول لي: عمر، هاي زوجتك وهاي حياتك، راح يكون ما عندك غير صنعة ومهنة غير العود، وهاي زوجتك اهتم بيها مدى الحياة. طبعا أنا صغير ما أفهم شنو زوجتك وشنو هذا. فأحدى حفلات 1979 حفلات السنوية المدرسة الموسيقى وبالي، قدمني والدي كعازف منفرد في قاعة الخلد آنذاك، وفيها شهود. كان ذاك ما تكلمت مع أستاذ الكبير حسين العظمي مغني المقام العراقي، كان حاضر الحفلة، وكانوا أيضا أستاذ حسين قدوري الله يرحمه كان حاضر، والدي، ويعني جماعة المعهد للدراسات النغمية والمدرسة الموسيقى والمالية. فهذا كان أول ظهوري على المسرح مع هذه الآلة نفسها الموجودة. أنا حالياً بهذا العمر أقدر أقول الموهبة 40% و60% هو صقل ذاتك ونفسك وعقلك وفهمك للموسيقى واستماعك لموسيقى الشعوب العالم، حتى تكون عندك ثقافة عامة، حتى لا تنحرج إذا واحد يسألك أي سؤال أو واحد يعزف وياك بطريقة أنت ما تقدر تعزف وياه. عيب الفنان يقول أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء. كانت تكون مقولة لمنير بشير يقول: الغلط مش في الآلة، الغلط فيك أنت. الآلة حتى لو وترين ثلاثة بتعزف فيها. وأعطيك فد مثل كلش بسيط، وهي معلومة جديدة إكسكلوزيف لكم خاصة. تسجيل منير بشير مع سيدة الغناء اللبناني في ست فيروز اللي بابا سوالها اسطوانة بوقتها، كان اسمها عود منير بشير وصوت فيروز، يعني كان منير بشير اسمه أكبر من فيروز، كانت لسه صغيرة. سوى تسجيل بنت الشلبية هيك مشي الزعرورة وبعض الأغاني، أغاني الأفلام. فمنير بشير سجل التسجيل مع فيروز على عود معلق على الحائط بأربع أوتار فقط، والأربعة مو دبل، منها أكو مقطعة. فقالوا لك شون رح تسجل؟ فقالوا ماني منير بشير لا تقلقون. جاب العود وسجل اسطوانة مع فيروز، وكانت أحلى لغاية اليوم، أحلى ما غنت فيروز نسبقدي مع عود منير بشير. فلما تتثقف ثقافة عامة وتسمع موسيقى الشعوب وتفهم الموسيقى الفلكلورية وتدرس بالمعهد دراسات مثل الموسيقية اللي أنا درست فيها مع دراسات النغمية صارت اسمها، هي كان أستاذ حسين العظمي مدرس المقام، دكتور صبحي أنور رشيد الله يرحمه العالم بتاريخ الفن وتاريخ الآلات الموسيقية ما قبل العصور الإسلامية وبعد العصور الإسلامية، هو أهم باحث بهذا الشيء، وهو اللي عنده المخطوطة اللي وجدها في متحف برلين، وأكد أن العود من العصر الأكدي 2300 إلى 2150 قبل الميلاد. فهذا كسر كل القرارات اللي جاء بعدها أنه هو مصري أو إيراني، لا هو عراقي 2300 سنة قبل الميلاد. فهيج أساتذة، زائدا أستاذ حسين قدوري مثلا،
الشيخ جلال الحنفي تجويد القرآن، وأفضل شيء تنطق به اللغة العربية لما تعرف تجويد القرآن. اشتهر عازف العود عمر بشير بمؤلفاته الموسيقية التي مزج من خلالها الموسيقى الشرقية مع موسيقى من مختلف دول العالم. فمتى كانت بداية هذا النوع من التأليف في مسيرته الفنية؟ من أنا وصغير أصلاً أحب الجيتار ويا العود، أحب البيانو أصلاً. مثلاً يعني عمي جميل بشير هو أصلاً يعني قبل ما يكون عازف عود عازف كمان، وعازف محترف كمان، يعني من خريجين الكبار بالعازفين كمان. بعدين انتقل للعود. عندك مرت عمي فكري أجنس بشير من أفضل مدرسين عازفة، يعني عازفة بيانو من أفضل مدرسين كانوا في العراق، درس بيانو وخرجت روسيا، وموسيقى وباليه غربي وشرقي. فدائما كان عندي فكرة يوما ما راح أدمج الشرق مع الغرب، ولكن بدون ما يكون تشويه على سمعة الموسيقى الشرقية، وما أقول هاي موسيقى شرقية وأقولها موسيقى عمرية. يعني أنا أقول لك اليوم عمري 45 سنة، 40 سنة أعزف عود من عمري 5 سنين، هذا كله صفر، كله صفر، لأنه صفر رقم كبير تتعلم من عنده. أنت ما يصير تقول أنا أحسن واحد وأني رقم 3 وأني رقم 5. أنت لما تقول أنا صفر معناته أنت بعدك تتعلم، واللي تعلم يوميا تقدم أفضل. اللي تقول أنا صرت أحسن واحد معناته خلاص، يعني حتى تكنيك يتغير تضعف، لأنه تحس نفسك الإيجو مالتك كبريائك أنه أنا أحسن واحد، فكل شيء يروح وياه. فبدت شوية شوية لغاية ما صار عمري 15. أول بداياتي كانت مع الشرق الغربي مع أصدقائي الشباب الموسيقى والباليه اللي احنا بادين من عمرنا 6 سنين، أزهر كبة، فرات حسين قدوري، مصطفى جادرجي، وسيم فارس. طبعا جيبسي كينجز أسمعهم من أنا وصغير، باكو دالوتية أسمعها من أنا وصغير، الفنانين رافي شنكر عازف الهندي السيتار أسمع من أنا وصغير. هدول هم أثروا بي كلش هواية، هدول الأعمدة مال هاي النوع الموسيقى. الفنان ايا كان عازف رسام، يعني الفن كله لازم يكون عنده هدف، عنده نقطه انه وين يريد يوصل وش يريد يسوي بشغلته. احنا مو بس نعزف عود لانه انا اريد اشتهر، ما يهمني اني اسمي ولا يهمني اني منو، انا يهمني العود شلون يستمر واروح يجي غيري يكمل عليه ما يخرب. فخلصت العراق، خلص المعهد، خلص الموسيقى وباليه، شنو الجديد اريد اسوي يعني بحياتي؟ وما راح ابقى دائما يعني بالمقامات والمعهد والهذا، لان اكو ناس ثانيه ممكن تختص بهذه الاشياء. فلما انتقلت الى هنغاريا قلت خلي ادخل جامعه فرانس ليست الهنغاريه كمستمع، اتعلم الموسيقى الغربيه، التوزيع الهارموني الغربي، من هم الفنانين الاوروبيين الاعمده الموسيقى، بيتهوفن، باخ، موزارت، شوبرت، هايدن، فنانين اللي وضعوا اساس الموسيقى الكلاسيكيه. فوين رحت؟ جامعة فرانسيس اللي أبويا تخرج من عندها، جبت العود سمعتهم فقالوا لي نفس والدك، يعني إحنا نتشرف بيك ونتعلم من عندك. فسووا جزء بكتاب الجامعة عن الموسيقى اسمه عمر بشير، يدرسون الموسيقى العربية وفيه منير بشير. فجيت هنا أنا تعلمت بعض الأشياء، تعلمت موسيقى الفلكلور الهنغارية، الغناء الأطفال، قائد شلون تقودهم، وتركت كل شيء. جينا مرحلة أنه أنا شون أكون عمر بشير وأنفصل عن منير وجميل، ولكن أبقى بمدرسة البشير، لأن هاي مدرسة جدا مهمة، وكل عوادين العالم يعني إلى فخر أنه يتعلم من هاي المدرسة. فبديت أرجع على الغربي والشرقي. صادف يوم جيت العمان والتقيت بشباب عرفهم من أيام العراق، روبرت عازف جيتار، بني عازف بيز جيتار، بشار العزاوي مغني، هو مدرسة الهام المدفعي أيضا. وأني معجب كنت بالهام المدفعي من أنا صغير، لندمج الشرقي والغربي بحيث سيدي مات اللي نجح به كلش، خطر عندنا فرح، هذا كله شغلي أني وفرات حسين قدوري، وعود ماتي مالي شغل بالسوق سجلت له، وخطار عندنا الفرح، واني اغني بكورال وفرات يغني بكورال، يعني كلنا هاي المجموعه كوننا سي دي الهام المدفعي اللي راح بيه لبنان، واعتبر هو بحياته تاريخ حياته هذا اعظم سي دي، كان اكثر من كل السيديات اللي صدرت للهام المدفعي. فبديت اشتغل الشرقي والغربي. فرجعت لعمان كونت اول فرقه بالصدفه، قلت لهم شباب شنو رايكم نسوي عود وجيتار وهذا؟ قالوا احنا كلش نحب، يلا اسبوع بعد اسبوعين حفله بالمركز الثقافي الملكي. هاي جرأة، يعني شنو مركز ثقافي؟ ما قلت مو الحفله بعد اسبوعين، اعتمدوا علي.
فقعدنا نتمرن. طبعا والدي ما يعرف شيء لانه ما يحب هاي الشغلات، يريدني بس عود. فكانت حضور المسرح كثير من الفنانين، منهم الله يرحمه غانم حداد فنان كبير، كان منير بشير، كان عمي فكري، كانت أجنس بشير، كان الهام المدفعي، وكانوا فنانين صخر حتى عازف عود الأردني، وفنانين كثير يريدوا يشوفون عمر جديد يسوي هاي شغلة جديدة. قبل وفاة والدي كانت 3 أشهر هاي الحفلة. أول مرة بتاريخ حياتي منير بشير يمدحني قدام العالم ويقول عمر أنا بعد ما أخاف عليك، لكن لا تنسى عراقيتك وفنك، لكن انطلق روح بعد. وراها توفى والدي، فكانت فد نكسة بالحياة عندي بعد وفاة الوالد، لأنه إحنا هستنا كنا محضرين تور ودنا نتمرن ودنا نسوي شيء، وللأسف والدي ما شافني بهذا المستوى، كنت أتمنى يشوفني بهذا المستوى. فورا ما توفى والدي فكرت هسه خلاص منير ما موجود، عمر وين؟ في يوم من الأيام نزلت على فد بار بودابست، شفت 2 عازفين جيتار، بوعد قلت لازم أسوي فد شيء شبيه للجيبسي كينجز، شبيه للفلامينكو عود لاتين، بس شلون أسويها شلون أسويها ما أعرف. رجعت البيت طلعت مقطوعات الباكو دالوسية جيبسي كينجز، قمت أتمرن وياهم ويا التسجيل ويا السي دي مالتهم العزف، فقلت معناته أنا أقدر أسويه ويا الجيتار. فرحت بعد يوم عليهم قلت لهم شباب أنا اسمي عمر بشير فنان عراقي عايش بنغاري، حابب أسوي في الشيء تريو وياكم، تريو بشير. طبعا سنة احنا يومية من 5 إلى 7 ساعات نتمرن، كسرت ايدهم بالتمرين وكسرت ايدي بالتمرين، لان هذا الشغل مادي يحتاج الى قوة الى تكنيك الى روح بالعزف الى ريشة اخرى، مو ريشة التقاسيم هاي بس. فسوينا تريو وبلشنا نعزف لغاية 98 واخذتهم على لبنان، وسويت سي دي اسمه الأندلس، كان اول نقطة انطلاقة بين العود والجيتار بذاك الوقت، حتى صارت مبيعاته هائلة. طبعا هذا بعد فرات للدانوب، فرات للدانوب شيء اخر. الموسيقي عمر بشير أكثر من 20 مؤلفاً موسيقياً، تميز كل واحد منها بأسلوب خاص في العزف والتوزيع والتأليف. دمج في مؤلفاته الموسيقى الشرقية مع موسيقى غجرية وهندية ورومانية، فهل حققت هذه المؤلفات أهدافها؟ أنا عندي 23 سي دي، هذا تاريخ الفني اللي محترف، 23 سنة 23 سيدي. أنا دائماً أقول هسه دا أشتغل على 24 وعلى 25، أنا لي قدام سنين أشتغل، ما أشتغل بس اليوم بيومه. فرات الدانوب كانت في الطريقة جديدة بين التوزيع الغربي والعود، ومقطوعات موسيقية هنغارية تشارداش وفوجي مالي والي من العراق، فأشياء اللي أنا كنت أحبها طلعتها بسيدي. بعدين الأندلس العود والجيتار، هذا كان فشي جدا صعب انه تدخل العود على هالطريقة، ومنها مقطوعة مايلاندو كافيه اللي هي معروفة عالمية حطتها على العود، ومقطوعات للوالد غيرتها للعود، يعني اشياء والدي ملحنها بس للعود غيرتها للجيتار. صوت الحضارات فد نقلة جديدة، يعني انا ما كررتها بس سويت منها حفلة ايضا، قلت خلي ادخل عود الكتروني همين، يعني الموسيقى الالكترونية ويا العود، عودي هو نفسه، انا عمري ما احط عليه كابلات كهربائية، هو نفسه بس اجيب يعني شيء يرافق. فصوت الحضارات كان اول عازف عود بتاريخ آلة العود يسوي بهاي الطريقة، انه مع ايقاع غربي ومع كمانجة هندي بطريقة موسيقى البوذا بار اللي شايعة هذا السي دي المعروف، هم فعلا اخذوه بالاخير يعني استخدموه عدة مرات. فكانت ايضا فد نقلة بالعود. الهدف مادي من كل عمل موسيقي مو غزارة إنتاج، لازم تسوي يعني فشي مهم، هدف بكل عمل. بديت ذكرياتي هو عود بس مع إيقاع، أشواق بس عود، الأندلس عود وجيتار، صوت الحضارات مع إيقاع غربي، صوت فرات الدانوب مع توزيع سيمفوني بس هو كان كيبورد مع قاسم الصابونجي. فبعدين العود الغجري
أول عازف عود بالتاريخ آني اللي أعزف عود مع موسيقى غجرية هنغارية ورومانية على العود. يعني لما نعزف مقطوعة اسمها باتشيرتا المعروفة بهنغاريا بقصة العصفور، هاي ملحنة للكمان وليس للعود، وتكنيكها جدا صعب على العود. تمرنت عليها سنة ونص حتى أقدر أسوي هاي المقطوعة الموقعية واحدة بس، فصار العود الغجري. الفن أصعب مهنة بالتاريخ. أنت ممكن تدرس 5 سنين صير مهندس، ممكن تدرس 5 سنين صير دكتور، بعد أنت وشطارتك شلون تطور نفسك، عشان يعني شلون ما قلت لك على الكارير اللي يحكون إنه أنا أسوي كارير، إنه أريد فس شيء أصير بالدنيا هاي اللي عايشين بيها، هذا مو معناته إنه تصير بس مهندس. شنو البلس؟ الله يرحمها زها حديد، هذا بلس، هذا ماكو شيء معمار، هذا اللي إحنا نسويه بالفن، لازم مو بس نقعد نعزف. فكل شيء صعب تتعلم، يعني انت شلون تعزف عود على الموسيقى الهنديه؟ مو بس اللي دا اشوف الخلل الموجود حاليا بالساحه الفنيه وخاصه عند العوادين، هذا مو تكبر دا اقوله، انه انا شو اسوي بيه؟ هو يعزف لي عود وذاك يعزف لي جيتار. انا اريد انت تعزف عود وتعزف جيتار وهذا يعزف عود والجيتار، اريد تندمج وياه، اريدك تعزف هندي وتعزف الياباني وتعزف كل شيء على العود، والياباني لما يجي يرتجل وياك يتعلم منك المقامات ويطلعها على البيفا مالته اللي هي تشبه العود او اي اله ثانيه. لما اجى العود اللاتيني سوى نقله بعمر بشير كلش كبيره، لما اجت اخذت مقطوعه جيبسي كينجز فرعون واللي تنزلوا عليها مدى الحياة بسبب انه عجبتهم اكثر ويا العود مما هم يستخدموها. وقبل شهرين كانوا في بودابست تشيكو اند جيبسيز، فشفت المدير الاعمال مال جيبسي كينجز كله قال لي احنا الانترو مالتنا لما ندخل على الحفله بموسيقى مالتك، فهي شهاده اللي لما هيك فرقه يعطوني تنازل. فكانت الجيبسي كينج مقطوعه كانت المقطوعه المفضله واللي اشتهرت عالميا تو ماي ماذر اللي لحنتها لوالدي والدتي عفوا، وصدر في 8 سيديات لغايه اليوم، في 8 سيديات اعمال، واحده تركيه صدروا من عده ماي ماذر، في فرنسا بودابار طلعت ماي ماذر، شركه يونيفرسال اي ام اي هوايه طلعوا هاي المقطوعه. فكل سي دي له فد هدف، اذا ما اقدر اسوي شيء اقعد اسوي له امسيات موسيقيه اتمرن، بس ما اسوي عمل سي دي حتى ما اطلع شيء يشبه اللي قبله. احنا شركات انتاج عربيه ما عندنا فقط للغناء، للاسف احنا عندنا شيء اسمه موسيقى رجل، بس صار موسيقى عقل يقول لك ها شيء ثقافي وما عندنا فلوس وما عندنا دعم. وصلنا الى تفاهه جدا كبيره، يعني موسيقى تافهه، لحن تافه، ما تفهم هذا ما ملتقي ويا العازف يجي يسجل مقطع ويجي المغني يكمل عليه ما يلتقون. رحت على شركه روتانا اللي هي فقط للغناء، قلت لازم اسوي فد عمل يطغي على مطربين حتى يسوي لي دعاية وياه، لأن بس عود ما راح يسوي لي شيء. فسويت اللاتين عود فتخبلوا على هذا الموضوع، حقق أكثر مبيع من أكثر أي مطربة. ولما نخلص عقدي ويا روتانا أخذت شركة إي أم آي العالمية، وباع أيضا ما أعرف كم ألف، 10,000 15,000 إلى أن وصلت يونيفرسال، واليوم اللاتين عود بايع أكثر من 100,000 نسخة عود. هذا إلى مجتمع محدود العود، يعني مو مثل مادونا لما تغني أو أي مطرب ثاني بالعالم، هذا عود فإلى جمهور الخاص. حقق مؤلف تقاسيم لعازف العود عمر بشير نجاحاً ملحوظاً، وحاز على جائزة منظمة اليونسكو لحفظ التراث عام 2013. فما الذي تميز به هذا المؤلف الموسيقي دوناً عن بقية المؤلفات؟ جاني هواية طلب من يعني معجبين ماتي ويكتبوا لي دائما عمر شو وقت ينزل لك سي دي تقاسيم عود، بس لين صار لك اكثر من 10 سنين ما مسوي تقاسيم عود. فقلت لهم كتبت اوكي على الفيسبوك في يوم من الايام انه راح اسوي سي دي تقاسيم. على فكره تسجيل جدا صدفه، ماخذ عودي ببيت صديق حط لي ميكروفون، قلت له طفي الضوء لانه ما عنده غير الشقه ويا غرفه نوم وغرفه برا، قلت له انت سجل يعني ابدا المكسر وانا ابدا اتقسم جوا عفني جوا. سجلت ساعة تقاسيم نهاوند حجاز كاكورد هذا، بس بهذا العمل شوف التقاسيم جديدة اللي هو عمر مو منير، مدرسة البشير شيء ومنير وجميل شيء،
يعني مدرسة بشير هاي مال منير بشير أسلوب الخاص، وإلا مدرسة طعم مالته، بس أنا دخلت مدرسة بشير بطريقة عمر تقاسيمه، لذلك أخذ جائزة يونسكو لحفظ التراث بكتاب 2013، وكتبوا النقاد الإنجليز، أول شيء الإنجليز كتبوا أنه عمر بشير يخرج من ظل منير بشير نهائيا بهاي التقاسيم وبهذا شو اسمه النوع من الموسيقى. فلذلك همينا وحطوا لأنه عجبهم النوع اللي اعتبروه تراث عراقي ولكن شوية بطريقة أخرى. الموسيقى لغة السلام العالم، اللغة الوحيدة اللي كلها تفهمها، واللغة الوحيدة اللي تجمع كل الأطياف والأديان والمذاهب قاعدين قاعة واحدة يسمعوكم ماكو أي مشكلة، فمعناته هذا يوحد. فأنت حتى تقدر تعزف للكل لازم تستمع وتختلط وتشوف وتثقف نفسك حتى تعرف تقنع الجمهور اللي قاعد يمك دي يسمعك. أنت مو بس جاي يعزف يسمع عودك، هو جاي باوعك أنت، الكاريزما مالتك، قعدتك، عزفك، أفكارك، حكيك على المسرح، إيش قد تحكي على المسرح. إحنا العرب يحبون يحكون على المسرح أشعار، غلط. أنت موسيقي أعزف بلا ما تحكي. اللاتين لازم يفهموه العالم، اللاتين فلامينكو شي، اللاتين شي، كوبا شي، برازيل شي، أرجنتين تانغو شي، يعني هاي لازم نعرفها. احنا نخبطها دائما نقول لاتين، شنو هو اللاتين؟ لا. فلما سويت دانسينج عود بعدها ما خلصان، بعد بي ثلاث مقطوعات وكلش مقطوعات قوية راح تكون، واحدة منهم مهدات إلى عمار الشريعي بطريقة الموسيقى المصرية اسمها رقصة النيل، رقصة الهوانم اللي لحنتها لزوجتي بيوم العرس، أيضا فيها ممكن ترقص على العود. أمازون سامبا برازيلي على طريقة البرازيلية، والله تقعد تسمعها انت حس نفسك انت قاعد بريو دي جانيرو او بسان باولو. تانغو الأرجنتيني ملحن المقطع مال رقصة النيل، هي كل شيء اسمها رقصة النيل، رقصة الأمازون، كل شيء إلى رقصة. رقصة النيل يبدي بتانغو، يبدي بموسيقى شرقية كأنه عمار الشريعي عود ضخم، أنا عندي ست عواده، فعود ضخم راح يكون عربي ويدخل على تانغو أرجنتيني أبو الأكورديون، يعني راح استخدم حوالي 50 آلة معي كمانات وأكورديون. وهذا عندك رقصة الدراويش، عود وإيقاع، أنا عازف إيقاع طارد كبير، فرقصة الدراويش بأفكاري أنا شلون يرقصون عليها. كرفان تحس بيها شرقي على صحراء على جمال. الحمراء ترقص عليها فلامينكو على قصر الحمراء كتبتها، فبترقص باليه، ترقص رقص تجريدي مودرن، كل شيء ممكن. فهذا العود الراقص راح يكون فد خطوة خطيرة جدا، بس إن شاء الله يعني يفهموها مو سنة بعد 20 سنة، لأن دائما في انتقاد بالأول، وهذا تعلم من عند الانتقاد الحمد لله وشكرا. الحفلة المهمة أيضا في كلش نقطة مهمة في حياتي هي كوينسي جونز، يعني هذا أسطورة الأمريكية اللي أخير شيء الباقية مثل تينا تيرنر، كوينسي جونز، لاينر ريتشي، هذولا ما بقى من عدم. كوينسي جونز هو مدير أعمال مايكل جاكسون، هو اللي سوى ثيلر، هو سوى الأغنية العالمية اللي جمعوا فلوس الأفريقان ويا ذا وورلد. فديوم كاتب لي إيميل قال لي أنا كوينسي جونز واختاريتك أنت من 100,000 عازف سمع، هقد ما سمع عازفين عود، قال أنت أول ما سمعت ضربة الريشة مالتك قلت له راح اكتب له ايميل، هو هذا الشخص المناسب مالتي. فقال لي اريدك، عندي بروجكت عالمي يشتركون بيه عازفين ماخذين اوسكار وماخذين جرامي، اريدك انت تعزف وهم يرافقوك. طبعا انا عبالي واحد يكذب علي، يعني خبرت اخويا هو مدير اعمال قلت له كوينسي، قال لي هاي انسى انسى روح نام انت، هاي كلها كذب دعايات. رجع كتب لي مره ثانيه فتاكدت فخابرناه طلع صدق كوينسي جونز. وانا قبلها بشهر بامريكا مقدم امسي وشايف صورته على الحائط، فصديقي قال لي ما دام تتباوع عليه فاليوم راح تعزف وياه، وفعلا ورا شهر خابرني فقدمني بإسبانيا ولزمني من إيدي وطلعني على المسرح وقال راح أشوفكم اليوم أفضل عازف عود على الكرة الأرضية بنظري أنا، وأنا كوينسي جونز تعرفون أنا أفكاري شنو.